يا مرحبا يا مرحبا يا ابو علي. هلا ما شاء الله يحبون اخوة الله. مرحبا الف، مرحبا الف. هذا طال عمرك الا 25,000 دولار ارقها في الظرف. دهون بودوين دولار عدودو. مامادو يقول لكم سلموها الى السيد مامادو. تفضل. كلاس انا ما تاودي انا اتوسق فيك. ايش بها فلوسكم سودة؟ بخير عشان جابوها من افريقيا يا ابو علي. لا يا ابو علي، لا يا ابو علي، هذه الكلتة تهوتيها على الفلوس عشان تهربي وتشردي، وعشان النفر تاني ما تعرف هذا فلوس، بعدين تجيب الكلتة التاني في الابرة هذه وتهوتو على الفلوس على طول تزهري وتبيني. انا توريك دهين، تجيب الابرة تسحب الكلتة من القارورة وتهط الكلتة في الصحن، بعدين تجيب الدولار وتهطه في الكلتة وتدهني وتمسحي، بعدين تشوفي دولار. الله أكبر عليك. يقول لكم اصرفوها غدا من بنكين مختلفين حتى تتأكدوا من عدم تزييفتها. لا يا رجال، الثقة موجودة، بنصرفها كلها دفعة واحدة. أنت متأكد أن الإبرة بتكفي الرزم ذي كلها؟ لا يا أبو علي، لا يا أبو علي، كيف الكلام هذا؟ هي ترسلي مع الفلوس من سويسرا كلتة بسيطة، وتقولي إذا تبى تشتري الكلتة لازم تدفعي، وأنا تعرفي مندوب حقها هنا. أجل خذ هذه 100 ريال، الله لا يهينك، تنقز جيب لنا عشان نخلص. لا يا أبو علي، لا يا أبو علي، هذه الكلتة قيمتها 380,000 دولار، تدفع النص لما تسلم القارورة وتدفع النص الثاني بعد ما تخلص قصير الدولارات. 380,000 دولار؟ لا قسم يا مامادو، الموضوع هذا يا أبو علي يحتاج إلى عادة نظر. خلاص يا جماعة، خلاص احنا نقول نقسم الموضوع بالنص، فخامة الجمهورية يدفع له 100 ونحن ندفع 90. هم تقانوا سيوسا ممادو. يقول أنه موافق بس على شرط أن يسافر للسويسرا ويحول مبلغ 100,000 دولار لممادو، ثم لا يمانئ في أن يستلم أبو علي الدولارات المغسولة لأنه يضع ثقته كاملة في أبو علي. عز الله أنك رجال يا فرانك، بس لا مآخذة، ترى نبغى ناخذ الشنطة. لا مآخذة، يعني الحق حق، نحفظها عندنا لين ما تاتون في دراهمكم.